عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة أصحاب هتساوي مبلغ نقد. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب 1500 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 3,532,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهارده عندنا مباراة في المجموعة الثانية واللي بتضم فريق الزمالك في صدارة المجموعة بثلاث نقاط و120 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق أليجيترز بثلاث نقاط و120 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق الضربة القاضية مفيش نقاط و90 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق الحوت الأزرق مفيش نقاط و65 نقطة إجابات صحيحة. دلوقتي إحنا في الجولة الثانية. أول فريق مشرفنا في الاستوديو أمله الوحيد هو الفوز. من أعماق البحار نرحب كلها بفريق الحوت الأزرق. الفريق معتمد عليا النهاردة فقرة تحت الضغط، وأنا استعدت لها كويس، ولكن الآن شوية متوترة، فربنا يستر بإذن الله وأقدر أحقق شيء كويس للفريق بتاعي. احنا خسرنا الماتش اللي فات، والامل املنا في الماتش ده ان احنا نكسب ان شاء الله، واحنا استعدينا الماتش ده كويس جدا وعندنا امل ان احنا نرجع بالثلاث نقط. النهارده احنا جايين وبنحاول ان احنا نجاوب اكبر عدد ممكن من الاسئله علشان نساعد في دعم الابطال الرياضيين من خلال البنك الاهلي المصري. اللي ما عجبنيش الماتش اللي فات ان كان في حاله توتر سيطرت على الفريق بالكامل، فاحنا حاولنا نعالج الموضوع ده ما بيننا بالكلام والنقاش يعني، وقلنا ان هي في الاخر يعني هو استمتاع، بنستمتع جايين نخوض تجربه جديده على امل ان احنا نظهر بشكل كويس ونكسب صحاب جديده. الحوت الازرق الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه اللي حصل ماتش اللي فات يا اميره؟ احنا كنا متوترين شويه واجواء الاستوديو كانت صعبه يعني علينا، لان اول مشاركه لينا، احنا جايين من محافظه بعيده شويه، فكنا مطبقين كذا يوم، فكان الموضوع كان صعب علينا شوية. طبعاً سوهاج مسافة بعيدة الحقيقة، مجهود جداً. مش عادي جداً. ولكن المرة دي انتم مستعدين أكتر بإذن الله، وأهدى وتعودتوا على الاستوديو. فعلاً. محمد حسام أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أنا مكنتش راضي عن أدائك الماتش اللي فات. ولا أنا بصراحة بخبرتك الماتش اللي فات كان عندك مشاكل كتيرة جداً. أنا كان فيها حاجات عندي بس التوتر خلاني مش لا يعني مش التوتر لما يجي من اميره من مهتاب من سيف موافق، بس لما يجي منك صح مش موافق. انا هعالج الموضوع ده ان شاء الله الماتش ده باذن الله. تمام ان شاء الله. مهتاب الاخبار؟ الاخبار بالنسبه لي انا كويسه، ولكن المشكله عندكم انتوا. ربنا يستر. ربنا يستر. طب استعديتوا؟ هو كان مشكلتنا بس في التوتر، فحاولنا يعني نعالج الموضوع ده، فدلوقتي احنا اهدى شويه. تدريب مهارات حياتية. هو الموضوع بتاع التدريب المهارات الحياتية بدأ معايا أنا من سن صغير، وبعد كده بدأت أنا بقى اللي أدي التدريب ده. يعني أنا دلوقتي بدرب الأطفال من سن 10 ل 14 سنة، فإحنا بندرب الأطفال في السن ده إن هم إزاي يتعاملوا مع المجتمع المحيط بيهم، إزاي يفكروا صح، إزاي تبقى لغة التواصل بتاعتهم كويسة، وإزاي يقدروا يعبروا عن نفسهم بشكل كويس. أنت كده بتبني شخصية. بالظبط. ربنا يوفقك. سيف، ازيك يا سيف؟ الحمد لله بخير. متوقع ايه من ماتش النهارده؟ والله متوقع ادائنا ان شاء الله يتحسن عن الماتش اللي فات. هو بصراحه احنا الثلاثه بالتحديد، انا ومهتاب واميره، يمكن التوتر كان اسرع يعني عشان اول مره كمان نخش الاستوديو، فحاولنا نعالج الموضوع ده شويه واتكلمنا فيه في كتير يعني قبل الحلقه، وشايف ان شاء الله نقدم حاجه كويسه. محتاجين تسمعوا
الانفو المعلومات اللي انا بقدمها هتساعدكم في اتخاذ القرار لو الاجابه مش عندكم. مظبوط، خدوا وقتكم ما تستعجلوش. الحوت الازرق بتمنى لكم كل التوفيق. تعالوا كلنا فريق الحوت الازرق. اما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو، الثلاث نقاط هي فرصتهم الاخيره. نلعب كلنا فريق الضربه القاضيه. دي تاني ماتش لينا. المره اللي فاتت ما كانش عندنا خبره، ما كناش بنلحق ندوس على البازل مع ان المعلومه عندنا، بس النهارده احنا جايين اهدى وكلنا حماس ان احنا نرجع بالثلاث نقط. مبسوط قوي من دخولنا برنامج العباقره لانه رجعنا سنين كتير لورا، خرجنا من موضوع روتين الحياه العمليه والشغل والكلام ده كله لروتين الجامعه والملخصات، ونحن نكلم بعض في التليفونات نقول واحد ذاكر ايه. الحاجات دي كده عملت لنا ريفرشمنت كده لحياتنا وخلتنا كده حاسين ان احنا لسه شباب. انا ما شاركتش الماتش اللي فات، النهارده ده اول ماتش ليا. ماتش النهارده صعب، فاحنا هنحاول ان شاء الله نكسب الثلاث نقط عشان يبقى عندنا فرصه نتاهل لدور الثمانيه. فريق تاني تحت الضغط، انا اتدربت كتير وحاولت اجمع معلومات ان شاء الله اجمع اكبر عدد ممكن من النقط وساعد فريقنا هيكسب في ماتش النهارده. الضربه القاضيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الماتش اللي فات مين اللي خد الضربه القاضيه؟ احنا. طارت المباراه وطارت النتيجه وبعدت النتيجه، كلنا طرنا. ايه اللي حصل يا مريم؟ لا هي برضو احنا حته الاكسبيرينس دي يعني فرقت معانا. يعني المره فاتت في كذا سؤال اللي هو لسه بنتكلم الاجابه عندنا، يعني التواصل ما بين اول 10 ثواني حاله ذهول من السؤال. بالظبط كده. بعد كده فجاه طب تعالوا نتناقش. وبعدين طبعا ما ننساش منال كانت حاطه ايديها على دماغها الحلقه كلها وطول الحلقه عامله كده ضربه القاضيه وعامله كده. لا لا ان شاء الله يعني عقلنا كده وخدنا اكسبيرينس حلوه. حلوه عقلنا. ازيك يا جون؟ تمام الحمد لله، نشكر ربنا. جون متوقع ايه من ماتش النهارده؟ لا انا ذاكرت وانا بقالي تقريبا فتره كبيره قوي مش بروح شغلي غير يوم واحد في الاسبوع تقريبا لاني بحاول اجمع. دخل معسكر. فعلا ومش نايم امبارح تقريبا، يعني بعت لهم رساله الساعه 4:30 الفجر اقول لهم تصبحوا على خير، فربنا يستر ده يبقى ياثرش على تركيزي النهارده. يعني ما كان مهم قوي انك تستريح. ما بقى كنت عايز الم اللي ذاكرته وما لحقتش اراجع بصراحه. هنشوف النهارده هيحصل ايه. ومعانا وافد جديد كريستين عماد. ازي حضرتك؟ اداب صيني. ايه الجمال ده؟ طيب الصيني اخباره ايه؟ هو دلوقتي يعني في مصر في ناس كتير قوي بتدرسه كتير جدا. انا دلوقتي بعمل دبلومه ارشاد سياحي عشان يبقى معايا الرخصه فاقدر بقى ازاول المهنه نفسها. قدامك قد ايه وتستلم رخصه؟ سنتين. هو انا لسه خلصت اول ترم، لسه بقى ان شاء الله 2024. بتمنى لك كل التوفيق. هايل، ولكن كارير محترم. شكرا. يوسف رأفت. ازيك يا استاذ عصام؟ انا كويس الحمد لله. انا تمام الحمد لله. الاسئله معايا الحمد لله، عارف الاجابات كلها. اهلنا طيب. اهلنا طيب. عقبالنا الان خالص. عقبالنا نغيرها مع بعض. كلمتك لفريق الحوت الازرق. اتمنى لهم التوفيق طبعا، بس يعني باذن ربنا احنا هناخد الثلاث نقط. محمد حسام ليك حق الرد ان شاء الله، يعني ربنا يوفقك ان شاء الله، بس احنا اللي هنكسب. يوفقنا في الحاله عامه يعني، بس مش في ماتش. لا لا عجباني اللغه جدا. ماتش النهارده مصيري، مش هيقبل الاسم على اتنين. يوسف رافت بتمنى لك كل التوفيق. تحية كلها فريق الضربه القاضيه. العباقره اصحاب في الموسم الثالث، ست فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: ما هي المدينة السعودية التي تسمى بعروس البحر الأحمر؟ سيف محمد. جدة. جدة طبعا يا سيف، إجابة صحيحة. بسبب الموقع الجغرافي المتميز والمهم في خطوط التجارة العالمية، وطبعا أهميتها ساحلية وجمالها. جدة مدينة جميلة. سيف، مين اللي بتدي الاول؟ احنا. الحوت الازرق هيبتدي الاول، واول فقره هي فقره العلم. العلم. فقره العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. امتى الجوكر يا اميره؟ ناخده دلوقتي.
دوس على البازل. جغرافيا. جغرافيا والسؤال هو ميتشل هي أعلى قمة بإحدى السلاسل الجبلية في الأمريكتين، فما هي؟ ارتفاعها 2040 متر. اتسمت على اسم إليشا ميتشل اللي قام بمسح القمة واندفن عليه. أعلى نقطة في شرق نهر المسيسيبي. الأبلاش. الأبلاش يا محمد بعشرين نقطة، إجابة صحيحة. القمة دي متغطية بالصنوبر والبلسم والتنوب. سؤال ما كانش سهل، برافو عليك يا محمد، 20 نقطة مهمين جدا لفريق الحوت الأزرق. ضربة القاضية، امتى الجوكر؟ قلنا هناخده في الجغرافيا بس نأجل العلوم. لا لا علوم. علوم. خلينا في العلوم. جغرافيا والسؤال. تقع بحيرة سكوتاري على الحدود بين الجبل الأسود ودولة أخرى، فما هي؟ سكوتاري مساحتها 390 كيلومتر مربع، بيتدفق فيها 6 أنهار. الجزء اللي في الجبل الأسود اللي في البحيرة اتخصص كحديقة وطنية. كريستين، جون داس على البازر، محدش هيتكلم معايا. إجابتك؟ اليابان. اليابان ليها حدود مع الجبل الأسود؟ لا. برافو عليك، إجابة مضحكة. الحوت الأزرق فيه إجابة؟ أيوة. ده فيه سعادة مش فيه إجابة. وتأكد مليون في المية. تأكد مليون في المية كمان، وإحنا واثقين فيه. الحمد لله إن أنتوا ما خدتوش الجوكر. إجابتك؟ ألبانيا. الجزء اللي في ألبانيا محمية طبيعية، إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد. دكتور حسام مركز. عشان نقط النتيجة 30. الحوت الأزرق، ضربة القاضية، مفيش نقط، وسؤال في التاريخ. الحوت الأزرق، تاريخ والسؤال. أطاحت الثورة المجيدة بإحدى ملكات إسبانيا عام 1868، فمن هي؟ بدأت في مدينة قادس بسبب الأزمات المالية والغلاء ونقص المحاصيل. تم نفي الملكة بعد نجاح الثورة إلى باريس. اتولى الحكم أماديو الأول وأقام أول نظام ملكي برلماني. إيزابيل الثالثة. للأسف إجابة خاطئة. في إجابة؟ إيزابيلا الثانية. لا المرة دي بسعادة. نذاكرها قبل ما نخش، إيزابيلا الثانية. تفرق، الثانية من الثالثة تفرق. إجابة صحيحة. دول أول عشرات للضربة القاضية. 10 ضربة القاضية، 30 الحوت الأزرق. دلوقتي عندنا سؤال في التاريخ. ضربة القاضية، هناخد جوكر. تاريخ والسؤال. ما هي عاصمة الدولة الغزنوية والتي قامت في القرن العاشر الميلادي؟ دولة إسلامية حكمت بلاد ما وراء النهر وشمال الهند بخراسان. أسسها محمود ابن سكوبتوكين. جون إجابتك. بابل. بابل للأسف الشديد إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا ما. الغوريين هم اللي قضوا على الدولة دي سنة 1186. الاختيارات هتنزل، اللي هيخطف أنا بقول لكم من دلوقتي هيجاوب صح. 4 اختيارات: شيراز، الأحساء، غزنة. غزنة. صاعدة. شو أنا قلت لكم؟ غزنة من الاسم طبعا.
أميرة برافو عليك، خطفت البازر وعشر نقط. إجابة صحيحة. المدينة موجودة دلوقتي في أفغانستان. عشانات الحوت الأزرق 40، الضربة القاضية 10. سؤال في الأدب، الحوت الأزرق أدب والسؤال. مسمار جحا هي مسرحية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ الأديب ده اتولد في إندونيسيا. وصف شخصية جحا التراثية بتجسيد المستعمر والحالة اللي بتعيشها الشعوب العربية من ظلم المحتلين. أميرة توفيق حكيم. إندونيسيا. لا سوري. كلنا عارفين انها غلط، بس كلنا عارفين انها غلط. طب بتقولي غلط ليه؟ لو انت متاكده مليون في المية انها غلط. كاونتر صفر. كاونتر صفر اعمل ايه؟ اجابه قنبله. انا عارفه. لما توفيق الحكيم اتولد في اندونيسيا. انا قريت الروايه بس مش قادره افتكر الاسم. قنبله بصراحه. انا مش قادره افتكر الاسم بس. اديب مسرحي مشهور جدا وعدى علينا كلنا. مفيش اجابه؟ خساره جدا. اختيارات بقى. هقول لكم معلومه وهتتخطف من الاختيارات. أربع اختيارات: علي أحمد بكثير، يوسف إدريس، لينين الرملي، نعمان عاشور. اللي ألف. أنت دوست خلاص. دوست. أنا؟ مش قادر أقول لك المعلومة. لا أنا عرفت خلاص. عرفته؟ علي أحمد بكثير. صح صح. مؤلف وائل سلامان. إجابة صحيحة. محمد حسام برافو عليك. كان مستني يقرا الاختيارات علشان يفتكر الاسم. هو خايف يقول الاسم غلط. عشان نقط 50 الحوت الازرق، 10 الضربه القاضيه. سؤال في الادب، الضربه القاضيه ادب والسؤال. من الاديبه الاماراتيه مؤلفه كتاب مقهى ريش عين على مصر 12/2021 وحصلت على جائزة الشيخ زايد في الآداب 2021 654 صفحة، مجهود غير عادي. بيحكي عن الأدوار اللي لعبتها المقاهي في تاريخ مدينة القاهرة الحديث وإزاي ساهمت في الأفكار المهمة. أميرة يا سعادتك. ممكن تطلع غلط. اتفضلي. هو السؤال ليا اصلا؟ خلاص مفيش اجابه في الضربه القاضيه. ريم الكمالي؟ طبعا ريم الكمالي اديبه اماراتيه، ولكن يا اميره اجابه خاطئه. مؤلفه روايه يوميات روز دي ريم الكمالي. ميسون صقر، عائشه الكعبي، منال بن عمرو، منى التميمي. اميره إجابة خاطئة. بتقولي أدوس، بتديش إجابة، بتقولي أدوس. إحنا القانون عندنا واضح. أنا ما أعرفش هو داس أصلاً. محمد حسام داس على البصر، اتكلمتي معاه بقت إجابة خاطئة. القانون قانون. ماشي أوكي. هارد لك يا محمد. هي ميسون صقر. برافو عليك، هي فعلاً ميسون صقر وإجابتك صح، ولكن أيوة. القانون قانون. أنا قلت لها المرة فاتت الكلام ده. بس كويس يا محمد إن أنت بتأكد على كلامي. أنا زعلان والله. أنا ما أعرف إن 50 كانت هتبقى 60. للأسف الشديد 50 بقت 45. نتيجة 45 الحوت الأزرق، 10 الضربة القاضية. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال الحوت الأزرق علوم، والسؤال هو: إلى أي كوكب يتبع قمر كراسيدا؟ تم اكتشافه 1986 من خلال رحلة فويجر 2. الاسم مستوحى من مسرحية شكسبير. شكسبير يبقى كراسيدا. شكسبير ممكن يبقى لا ده كراسيدا هو الاسم المستوحى منه. مسرحية شكسبير. هو شكسبير بيعمل حاجات لأورانوس. والله برافو عليك.
والله برافو عليك. هو مش بيعمل حاجات ونص، ولكن بيستوحوا اسماء شخصياته من مسرحياته باسماء الاقمار. عجبني فيك النهارده انك بتفكر. 10 نقط اجابه صحيحه. احد اقمار ال 27 للكوكب. نتيجه اتغيرت، 55 الحوت الازرق، 10 الدربه القاضيه. سلاح ذو حدين، ما عندناش اختيار. علوم، والسؤال هو كم عدد النظائر المستقرة لعنصر الفلور؟ أنا بقول المستقرة. عشر ثواني، خمس ثواني، جون ادوارد، ربنا يستر. تسعة. تسعة جون، طبعا اجابة خاطئة. في اجابة اميرة؟ اجابتك تخمينة. ثلاثة. ثلاثة اجابة خاطئة. اربع اختيارات بزائد 20 او ناقص 10. خمسة، واحد، اتنين، ستة. الآن جدا، الآن جدا. هنخرج صفر، هنخرج صفر ولا ايه؟ ناقص؟ اه يعني هتطلع فقرة المعرفة صفر من نقطة البداية. ربنا يستر بقى. الآن أنا والله يا الآن. أنا اه أنا برضه. سواء ستة؟ ليه يا يوسف؟ يوسف رفض للأسف الشديد، إجابة خاطئة. في 18 نظير، واحد بس هو اللي مستقر وموجود في الطبيعة بنسبة 100%. الإجابة الصحيحة واحد. هارد لك يا يوسف، خدت الريسك وانتوا غلطانين علشان ما فكرتوش. الضربة القاضية، مفيش نقاط، 55 الحوت الأزرق. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 55 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 82500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. مباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. الحوت الأزرق 55 والضربة القاضية كان معاهم 10 نقط ويوسف طيرهم. ضربة قاضية بجد. وعندنا تغيير في فريق الضربة القاضية. منال صبحي كان الله في عونها، نزلت مكان كريستين عماد. إيه اللي بيحصل؟ كلنا قلقانين خالص خالص بشكل غير عادي، مش عارفة ليه. يعني جون يجيب 10 نقط يجي يوسف يضيعهم؟ فداه ولا يهمك. فداك يا يوسف، فداك يا يوسف. ابنها بقى قلب الأم. فداك يا قلب الأم. ولا ايه؟ هنعوض، هنعوض بإذن ربنا. طيب ركز بقى. والحوت الأزرق عندنا تغيير، إيمان أحمد نزلت مكان أميرة محمد. إيمان مبسوطة طبعا بالنتيجة؟ طبعا اكيد. بص السعاده. ولكن العباقره لازم تركيز لحد اخر فقره. طبعا مش مضمون، اسالي محمد حسام يقول لك. طبعا. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه اربع اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. أول اتنين محمد حسام وجون أدوارد. جون أدوارد ومحمد حسام. جون أدوارد اسمك سينمائي. يا رب يسمع من بقك ربنا. بطولة جون أدوارد، شايف؟
سينمائي اهو. يا رب يا رب يحصل. املي حد يشوفني، طيب حد يتفرج علي اي حاجه. انت نفسك تمثل قوي جدا؟ انا بمثل وبخرج يعني، بس على نطاق ضيق، بس نفسي الموضوع يكبر شويه. ويعني كان ليا ناس قرايب يعني، كانت سناء جميل تبقى مرات خال ماما. فعلا؟ سناء جميل ولويس جريس طبعا. يعني سناء جميل دي فكان دايما انكل عبقرية يعني مش عادية. كان دايما انكل لويس يقول ان انا كاريزما وما كانش عايز اخش صيدلة، وكان بيقول لا سيبهولي، بس للاسف بقى دخلت صيدلة يعني. وبعدين لما يبقى ممثل يا مريم هتعملي في ايه؟ هتطلقني في التلفزيون. مش هتفرج. معلومات عامة، والسؤال هو كورو هي من أقدم أشجار الأرز المعمرة بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ عمرها أكتر من 8 قرون. وسط غابة أرز الأطلس، ارتفاعها أكتر من 40 متر. الأطلس، الجزائر. ما أقدرش ألومك، الجزائر إجابة خاطئة. أكتر من 60,000 زائر سنوياً. في إجابة؟ تونس. يا الجزائر يا المغرب. أطلس. جون أدوارد هارد لك. إجابة خاطئة. على اسم الجنرال الفرنسي هنري كورو اللي كان بيحكم المنطقة وقت الاحتلال الفرنسي. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضة، سيف ويوسف، يوسف وسيف، رياضة. والسؤال هو من هو اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك مع 3 أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2022؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. إجابة خاطئة. كنت بتحاول تدوس على البازر. إجابتك. كنت عايز تقول كريستيانو برضو؟ لا، أنا كنت شاكك ما بين الاثنين. اثنين. مين الاثنين؟ إبراهيموفيتش وسيدروف. سيدروف لعب مع 3 أندية. سيدورف. سيدورف لعب مع 3 أندية. سيدورف كسب البطولة مع 3 أندية مختلفة. تمام. ولكن ما سجلش هاتريك. كان لعب نص ملعب. على العموم أحب أطمنك الإجابتين إجابة خاطئة، عشان بس ما تبقاش زعلان. ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي طبعا. لو كنت سمعت المعلومة كنت هتجاوب صح. ثلاثية مع دورتموند، كانت ضد ريال مدريد، وبعد كده رباعية مع باير ميونخ ضد دينامو زغرب. عايش. وثلاثية مع برشلونة ضد فيكتوريا بلزن. هارد لك يا يوسف. السؤال الثالث في التكنولوجيا، مريم وإيمان، إيمان ومريم، تكنولوجيا. والسؤال هو من أي دولة تم إطلاق روبوت شات جي بي تي عام 2022؟ الروبوت ده عنده قدرة غير عادية على تحليل كمية كبيرة جداً من المعلومات اللي مكتوبة على الإنترنت. بيقدر يكتب نص جديد في وقت قياسي، بيكتب سيناريوهات، محادثات كأنه إنسان، حاجة مش عادية. إجابتك. كاليفورنيا. إيمان، كاليفورنيا طبعاً إجابة خاطئة. أنا بقول دولة مش ولاية. مريم عندك إجابة؟ نجرب. اتفضلي. اليابان. ده هي ادتك الإجابة. أمريكا. هي ادتها لك هدية يا مريم. لا لا. اليابان إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة يا إيمان أمريكا. ركزوا، أمريكا. أرضك طورته شركة أوبن إي آي. طيب السؤال اللي جاي في القدرات الذهنية، آخر سؤال، واحد لواحد، مهتاب ومنال، منال ومهتاب، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية، 906 على 3 زائد 9
في 11 يساوي كام؟ 906 على 3. ياه إجابتك 401. شايف؟ دايما بتصلح مشكلة الأبناء. إجابة صحيحة. هي كده الأم. بدأت تندع. 10 نقط، برافو عليكي، برافو عليكي. وهاردك يا مهتاب 10 نقط. الضربة القاضية الحوت الأزرق 55. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة ألف نون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديل. مفروض دي تبقى فقرتك يا جون. وعشان المنظر العام صدقني. وعشان المنظر العام أنا مصدقك. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هي مخرجة مسلسل خاص جدا؟ تأليف تامر حبيب، بطولة يسرى، محمود قابيل، يسرى اللوزي، إياد نصار. اسمها لا يعني يوسف بيدوس على بازل مامته ومريم بتخطف ومنال مخضوضة. أعمل إيه أنا في الموقف؟ يعني مش بس بيغلط ده كمان بيدبسك. ده حسابه في البيت الولد ده، لازم يتعاقب. حسابه في البيت. اه لازم يتعاقب الولد ده. كاملة ابو ذكري. كاملة ابو ذكري طبعا مخرجة مهمة جدا وشاطرة جدا، ولكن إجابة خاطئة. حوت الأزرق فيه إجابة. شيرين عادل. شيرين عادل برضو مخرجة مهمة جدا، ولكن إجابة خاطئة. غادة مين بقى؟ غادة سليم. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو: التنورة هي أغنية المطرب لبناني، فمن هو؟ ألحان ناشد اسكندر، كلمات سليم سلامة. أكتر من 75 مليون مشاهدة على يوتيوب. محمد حسام. انا طبعا ما انا ماليش في الفنون، بس هخمن مطرب. لا هتخمن وهتخمن غلط. دلعش وديع الصافي. وديع الصافي طبعا اجابه خاطئه. في اجابه برضه هلبسها. ها هو جاي النهارده يخسر الفريق. راغب علامه. انا مش حد لبناني غير راغب علامه. لا لا. ناصف زيتون. ولا ناصف زيتون. منال طبعاً إجابة خاطئة. فارس كرم. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي من دول أمريكا الجنوبية يقع دير سانتا كاتالينا؟ اتأسس 1580. الدير ده فضل يتوسع لحد ما بقى مدينة صغيرة من أهم معالم الدولة دي. برازيل. البرازيل إجابة خاطئة. سيف. هي تخمينة بصراحة. الأرجنتين. الأرجنتين برضو إجابة خاطئة. فنزويلا. ولا فنزويلا. بيرو. كانت عندك يا إيمان. كانت عندي. سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد المعلومات الخاطئة في النص بالصورة؟ كوامي إنكروما هو أول رئيس لغينيا بعد الاستقلال، ويعد من أبرز المناضلين ضد الاستعمار في قارة إفريقيا، وتمت الإطاحة به بانقلاب عسكري عام 1966. مريم، في كم معلومة خاطئة بالنص في الصورة؟ أعتقد 3. إجابة خاطئة. واحدة.
هي ايه؟ غينيا. غانا. كوامي نكرومه اول رئيس في غانا. برافو عليك، اجابه صحيحه. برافو عليك يا محمد يا حسام، برافو عليك. النتيجه اتغيرت 65 الحوت الازرق 10 الضربه القاضيه. هنخرج فاصل وهنرجع مره ثانيه مع فقره تحت الضغط والعباقره. وبكده اصحابنا العباقره جمعوا 20 نقطه في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 30,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 112,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. عباقرة الأصحاب الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. الحوت الأزرق 65، الضربة القاضية 10، والضربة القاضية عندنا تغيير واحد، كريستين عماد رجعت مكان منال صبحي، وتغييرين في الحوت الأزرق، أحمد محمود نزل مكان سيف محمد، وأميرة محمد رجعت مكان إيمان أحمد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. أميرة ويوسف، يوسف وأميرة. يوسف هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. أميرة تعالي مكاني. قولي لي بقى، ضربتي ولا لأ؟ كده هتضيعي 10 نقط من محمد. سامحوني سامحوني، هم سامحوني. هم مش 10 نقط كمان، دول 15. هم سامحوني. سامحوكي؟ جدعان باين عليك. سامحين جدا. حاجة حلوة. يوسف تمام؟ الأسئلة مش صعبة. اوكي. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة الجزائر؟ ريال. غلط. فنان قام بدور دافنشي في مسلسل هي ودافنشي. فمن هو؟ أمير كرارة. غلط. في عهد أي سلطان مملوكي وقعت معركة برج السفر عام 1303؟ تومنباي. غلط. ما هو حاصل ضرب 15 في 7؟ باص. تتبع جزيرة قمران إحدى الدول العربية، فما هي؟ المغرب. غلط. مضاد حيوي تم اكتشافه عام 1928 ويسمى بالعقار المعجزة، فما هو؟ بص. استقلت أنغولا عن إحدى الدول الأوروبية عام 1975، فما هي؟ إسبانيا. غلط. أديب عربي مؤلف رواية ساق البامبو، فمن هو؟ سعد السنوسي. هارد. أرضا. للأسف الشديد تعالي أمير، ولا إجابة صح. معلش معلش هارتلك. سليم عايزين يوسف ينضم لينا، مع إن أنا كنت متوقع الحقيقة ممكن تجاوبي على أكتر من سؤال. يوسف. أيوه. على مكاني. عايز تعرف أمير عمل دي ولا لأ؟ للأسف الشديد أميرة ما جاوبتش على 8 أسئلة، هي توترت من أول وتاني سؤال، خلاص معرفتش تركز بعد كده. ولا إجابة يعني؟ ولا إجابة. زميلة يعني. بنوست. يعني هو التوتر خلاها خلاص، جالها زي بلاك أوت كده. واحد واقف هنا، الوقفة هنا غير القعدة في البيت خالص. طبعا. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة الجزائر؟ دوام. صح. فنان قام بدور دافنشي في مسلسل هي ودافنشي، فمن هو؟ خالد الصاوي. صح. في عهد أي سلطان مملوكي وقعت معركة برج السفر عام 1303؟ ما هو حاصل ضرب 15 في 7؟ 105. صح. تتبع جزيرة قمران إحدى الدول العربية، فما هي؟ السعودية. غلط. مضاد حيوي تم اكتشافه عام 1928 ويسمى بالعقار المعجزة، فما هو؟ باستامول. غلط. استقلت أنغولا عن إحدى الدول الأوروبية. فرنسا. غلط. أديب عربي مؤلف رواية ساق البامبو، فمن هو؟ يوسف إدريس. غلط. كوكب تاني هي أغنية مطرب مصري معاصر، فمن هو؟ محمد صلح. صح. برافو عليك، تعال اتفضل. أربع إجابات صح من 9. تعال نشوف الأسئلة، تعبت ولا إيه؟ أنت بتنهج. أقول لك لا مختلف يعني، لا لا واقفة هناك خالص مختلف. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الثالث، في عهد أي سلطان مملوكي وقعت معركة
مرقس صفر عام 1303 الناصر محمد ابن قلاوون. سؤال الخامس، تتبع جزيرة قمران إحدى الدول العربية؟ اليمن. اليمن. مضاد حيوي تم اكتشافه؟ بنسلين. بنسلين. استقلت أنجولا برتغال عن البرتغال. سؤال الثامن، أديب عربي مؤلف رواية ساق البامبو، أنت قلت لي يوسف إدريس، هو طبعا سعود السنوسي. سعود السنعوسي. كنت عارفه معظم الإجابات والله. كان الوقت خلص. هارد لك يا أمير. كلنا نحيي أميرة ويوسف. يوسف وأمير. النتيجة اتغيرت. الحوت الأزرق مفيش ولا إجابة صح زي ما أنتوا، 65. الضربة القاضية كم إجابة صح؟ 4. ب20 نقطة و10 نقط هدية من أميرة، بقيت 40. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أميرة ومريم، مريم وأميرة، هنشوف الهدف الأول لفريق مين. السؤال الأول، تاريخ نفذت طائفة أم شينريكيو بعض العمليات الإرهابية في إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ أم شينريكيو معناها الحقيقة السامية، أسسها معلم اليوجا أساهارا. أميرة إجابتك؟ الهند. الهند إجابة خاطئة. نفذت هجمات منها هجوم بغاز الأعصاب في مترو العاصمة دي سنة 1995، وتم إعدامه في نفس السنة. إجابتك دولة آسيوية. أخمن صراحة يعني كوريا. يعني المرة دي مش عايزة تقولي اليابان؟ يعني المرة دي اليابان بقت وحشة؟ قلت أغير أغير بقى، كل مرة أقولك اليابان. كوريا. طب بجد فكرت فيها بس قلت مش معقولة اليابان برضو. يا ريت قلت اليابان برضو. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة اليابان. جون وحسام، محمد حسام وجون. السؤال الثاني، شجرة القمر هو ديوان لشاعرة عراقية، فمن هي؟ نازك الملائكة. نازك الملائكة الهدف الأول. 12965. قصائد من الشعر الحر، من أهم قصائد الديوان أغنية الحياة. السؤال الثالث يا مهتاب، لو جاوبتي صح هرجع 25 نقطة. هترجعي ب 25 نقطة. فرصتك يا كريستين. ربنا يستر. السؤال الثاني، فنون فنان قام بدور جعفر في فيلم اوعى وشك، فمن هو؟ احمد عيد. الهدف الاول فعلا احمد عيد، كان مع احمد رزق ومنى شلبي وطلعت زكريا وحنان مطاوع، ومن اخراج المخرج الكبير سعيد حامد. احمد محمود، يوسف رأفت، يوسف رأفت وأحمد محمود. السؤال الرابع، من هو حارس المرمى الحاصل على جائزة زامورا بالدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2021-2022؟ إجابتك ياسين بونو. الهدف الثاني، برافو عليك يا يوسف، حافظ على شباكه نظيفة 13 مباراة، دخل فيه 24 هدف في الدوري كله مع إشبيليا في الموسم كله. عوض السؤال اللي ضاع. برافو عليك يا يوسف، عوضت السؤال. انت كده بقى ايه؟ تعلق قدر ولطف.
النتيجة اتغيرت 65 الحوت الأزرق 65 الضربة القاضية. ثلاث نقاط هيدوا الأمل لأي فريق علشان يكمل في البطولة. الحوت الأزرق فجأة هدي. المباراة رجعت لنقطة البداية. إجابة صحيحة. الحمد لله عرفت أجيب آخر ضربة جزاء وخدنا 25 نقطة. متوفقناش في تحت الضغط وفي ضربات الجزاء بس إن شاء الله ده ما يأثرش على ثقتنا في نفسنا. أنا شايف إن المباراة قوية ومتكافئة. وإن شاء الله هنعوض في عجلة الحظ وهنكسب المباراة إن شاء الله. خلينا نشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها إيه ومين اللي هيكسب أول ثلاث نقاط من الفرقتين لأن الفرقتين ما كسبوش الماتش اللي فات. خلينا نشوف هيحصل إيه. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 55 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 82500 جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 195000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. عبقرة الأصحاب الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الثانية وهفكركم بالنتيجة. الحوت الأزرق 65 والضربة القاضية 65. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق وأول سؤال سيف محمد. اتفضل يا سيف. قدرات ذهنية، سؤال في القدرات الذهنية، يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30 دوس. قدرات ذهنية والسؤال هو حل المسألة الآتية: 69 في 3 زائد 14 في 12 يساوي كام؟ 69 في 3 زائد 14 في 12 يساوي كام؟ أحمد محمود إجابتك؟ 411. 411 إجابة خاطئة. يا نهار أبيض، هاخد إجابة حالا من الضربة القاضية. جون إجابتك؟ 375. غلط. غلط. غلط غلط. يوسف إجابتك كام؟ 375. برضو؟ إجابة صحيحة. أصل أنا حسبتها هو قال 375 وقلت غلط رجعت فيها بعدين زعلت. 375 فعلا هي الإجابة الصحيحة. 95 الضربة القاضية، 65 الحوت الأزرق. إيه اللي حصل؟ الحوت الأزرق كتبنا الأرقام غلط. هاردك يا أحمد. السؤال الثاني جاستن جون، تفضل يا جاستن. هنشوف موضوع السؤال ايه. معلومات عامة، يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 نقطة. معلومات عامة والسؤال هو لكما شيربا هي صاحبة الرقم القياسي في تسلق إحدى القمم الجبلية حتى عام 2022، فما هي؟ 10 مرات لحد دلوقتي قمة إيه؟ هي خمس ثواني. يوسف إجابتك؟ إيفرست. يعني حتى تسلق أعلى قمة في العالم 8850 متر 10 مرات؟ ما أعرفش بقى، أفنت حياتها في التسلق. معجزة. أفنت حياتها في التسلق مش عارف. يوسف رافض
إجابة صحيحة. مني تعال يا يوسف يا محظوظ. يا محظوظ 115 الضربة القاضية 65 الحوت الأزرق. لو الضربة القاضية ما خدوش الجوكر في السؤال الأخير المباراة انتهت. غريب جدا الماتش ده جدا. هارد لك لفريق الحوت الأزرق. السؤال الثالث إيمان، تفضلي يا إيمان. إيمان أحمد، علم، جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. السؤال بعشرين نقطة لأن أنتوا خدتوا جوكر في السؤال الأول. علم، والسؤال هو جغرافيا، كم عدد البحيرات المالحة التي تمر بهم قناة السويس بمصر؟ عددهم كام؟ مهتاب إجابتك. هقول صفر. ازاي؟ معرفش بحيرات مالحة بتمر بها قناة السويس. صفر إجابة خاطئة. في إجابة؟ سبعة. التمساح، المنزلة، المنزلة والبردوية، البحيرة المرة الصغرى والبحيرة المرة الكبرى. أم أربعة بس. يوسف إجابة خاطئة. سؤال الأخير ميخائيل عطية، تفضل يا ميخائيل. سؤال الرابع والأخير، سويتش سويتش. الحوت الأزرق من حقكم تختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في ايه؟ علم. علم. سؤال في العلم 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ هو احنا 115؟ ماتش اتحسب. مش فارقة كده كده صح؟ يبقى ناخد الجوكر. ناخد سؤال ب 30 نقطة، علم، والسؤال هو أدب. من هو الشاعر المصري الراحل مؤلف مسرحية عقيلة؟ مسرحية شعرية. النص كان ضاع بعد ما مثلته فرقة فاطمة رشدي في أوائل الثلاثينات. بعد كده عثر عليه محمد السيد عيد وتم نشره 1993. إجابتك. إبراهيم ناجي. إجابة خاطئة. ما شاء الله. شاعر عمية من أصول غير مصرية. هخمن طبعا، مش عارف. تفضل. طبعا من حقك. إجابتك. فاروق شوشة. فاروق شوشة مصري 100%. وفصحى. محمد حسام. إجابة خاطئة. عارف مين يا حسام؟ بيرم التونسي. ما أقدرش ألومكم، فقدتوا تركيزكم. ما أقدرش ألومكم. الحوت الأزرق هارد لك هارد لك هارد لك. محمد حسام أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 55 نقطة. فريق الضربة القاضية بقى عندكم أمل وهتستنوا المباراة اللي جاية الجولة الثالثة. خلينا نشوف ترتيب المجموعة بعد ماتش النهاردة. الضربة القاضية في الصدارة بثلاث نقط 205 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني الزمالك ثلاث نقط و120 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث أليجيترز ثلاث نقط و120 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع الحوت الأزرق مفيش نقاط و130 نقطة إجابات صحيحة. طبعا لسه عندنا مباراة مهمة ما بين أليجيترز والزمالك. وبكده
يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 180 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 270 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 3,802,500 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. الحوت الأزرق، أنا عارف إن الموقف صعب، نحيي كلنا فريق الحوت الأزرق. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.